بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه: باب الوفاء فيما ترجم له بباب الوفاء بالعهد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال حدثنا حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا. فقلنا: ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وهكذا الدين الإسلامي مبني على الوفاء. قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ومثل هذين الرجلين صرفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجهاد لأنهما عاهدا قريشا أن لا يريد المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفي بالعهد، وقال: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم.